المسقعة المشطشطة بتاعت زمان بطعم أمهاتنا وجدتنا، المسقعة الأرداحي بدون لحمة مفرومة طعمها حلو جدا، بتكات جميلة. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم قوي. أتمنى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. دي الخضار اللي هنستخدمه في عمل المسقعة، معانا حبتين من البطاطس متقشرين ومنقوعين في مية عشان ما يسودوش، ومعانا بتنجنتين كبار، ومعانا 6 طماطميات فيهم المتوسط وفيهم الصغير، ومعانا كمان 4 قرون من الفلفل الحامي، وممكن كمان تستخدموا الفلفل الرومي. انا هقطع البطاطس بقطاعة المخلل دي، ممكن تقطعوها انتوا بالسكينة العادية، وكمان هستخدم السكين في تقطيع البتنجان. اول حاجة هقطع البطاطس لدواير، واللي انا عايزة الدواير بتاعة البطاطس ما تكونش تخينة، يعني تكون رفيعة شوية. هقطع البطاطس كلها وارجعها تاني للمية عشان اللون بتاعها ما يغمقش وما تسودش مني. وطبعا بطاطس الايام دي مختلفة تماما عن بطاطس زمان، ما بقتش تسود زي زمان بسرعة، بقت تاخد وقت لحد ما لونها يتغير. وكمان هقطع البتنجان لدواير برضو ونفس سمك البطاطس، يعني دواير البتنجان تكون نفس السمك بتاعة البطاطس. هقطع كمية البتنجان كلها، وطبعا برضو لون البتنجان بيتغير، يعني لو سبتوها كده في الهواء لونها هيسود، عشان كده هنجيب طبق ونرش فيه شوية ملح ونرص عليه البتنجان طبقات، طبقة ملح وطبقة بتنجان، عشان على ما نيجي نحمره ما يكونش غمق مني وسود. وقبل ما نقليه نحاول نعصره شوية بإيدينا أو نضغط عليه شوية بإيدينا عشان ينزل السوائل اللي فيه، لأن الملح بيخلي البتنجان يطلع شوية سوائل، عشان كده لازم نضغط عليه شوية بإيدينا عشان لما نحطه في الزيت ما يكونش فيه أي مية خالص، وكمان يتحمر بسرعة. بعد ما خلص كل كمية البتنجان هرش فوق برضو شوية ملح كده حلوين. يبقى انا كده خلاص قطعت البطاطس وقطعت البتنجان، فاضل الفلفل. الفلفل لو طويل هقسمه بالنص، لو قصير هسيبه زي ما هو، بس طبعا لو ما قطعتش الفلفل لازم افتحه عشان وهو بيتقلي ما يفرقعش. دلوقتي هقطع الطماطم واحطها في الخلاط عشان اخلطها. الطماطم دي حوالي نص كيلو او زيادة عن نص كيلو شوية. بعد ما اقطع الطماطم كلها واحطها في الخلاط هزود عليها حوالي نص كوباية مية، بعد كده اخلطها بالخلاط كويس جدا ومش هصفيها، هخلطها بس. دلوقتي هعمل تسبيكة المسقعة، هحط حل على النار والنار تكون متوسطة، وهحط فيها شوية زيت صغيرين، وأضيف على الزيت معلقة كبيرة من التوم. التوم ده كان عندي في الفريزر من السنة اللي فاتت، شايفين لونه حلو ازاي، فاتح ازاي وأبيض وجميل، مغيرش خالص، لأني أول ما بخرجه من الفريزر باخد الكمية اللي أنا عايزاها، بعد كده أدخله على الفريزر على طول. أنا عاملة التوم ده بجيبه وهو طري، أول ما بينزل السوق يعني، طبعا التوم بيكون طري، بجيبه وأقشره واحطه في الكبة، واضيف عليه شوية ملح وشوية زيت، وافرمه في الكبة، واحطه في علبة بلاستيك او في كيس، واقفلهم كويس وادخلهم الفريزر، وبيفضل معايا السنة كاملة بحالته دي بلونه الابيض الجميل ده، ومبيبصش خالص. بعد ما اشوح التوم حوالي نص دقيقة بضيف عليه معلقة كبيرة من هريسة الفلفل الاحمر، واشوح الفلفل مع التوم شوية. وهريسة الفلفل ده انا عاملاها، هتلاقوا لينك الفيديو بتاعها في الوصف تحت الفيديو ده. عملت هريسة الفلفل الاحمر بثلاث طرق مختلفة، وكمان استخدام كل طريقة، لان الفلفل البارد غير الفلفل طبعا المتشوح، كل حاجة استخدام. بعد كده هضيف على الفلفل والتوم معلقتين خل ابيض كبار، وأقلبهم لحد ما الخل يغلي بالشكل ده، بعد كده أضيف عليه عصير الطماطم.
لون عصير الطماطم عندي فاتح بالشكل ده لان الطماطم الموجودة في السوق دلوقتي كلها فاتحة، عشان كده هضيف عليها معلقة صلصة كبيرة. لو الطماطم حمرة زيادة ممكن ما تضيفوش الصلصة، بس عموما الصلصة بتدي طعم جميل جدا للتسبيكة. بعد كده هضيف معلقة صغيرة ملح، ونص معلقة صغيرة كمون، ونص معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، ومعلقة صغيرة بابريكا، وانا زودت البابريكا عشان تدي لون للطماطم، يعني ممكن تحطوا نص معلقة صغيرة بابريكا فقط. ونقلب التوابل مع الطماطم بالشكل ده ونسيبها تتسبك. والطماطم بتتسبك هحمر البطاطس والبتنجان والفلفل طبعا بطريقة التحمير العادية او اي طريقة انتوا بتحبوها. بعد كده هجيب صينية البيتزا او اي صينية واحطها على النار، لازم اسخنها جامد على النار، بعد كده اوطي النار خالص وانزل بتلت التسبيكة اللي عملتها، لازم تطش كده على الصينية وافردها كده في الصينية كلها. انا موطية النار خالص عشان وانا برص الخضار ارصه على مهلي خالص وما استعجلش. بعد كده بعد ما احط التسبيكة كده في الصينية وافردها ابدأ بقى في رص البتنجان والبطاطس والفلفل المقليين. والرصة بتاعت الخضار او الديكوريشن دي حاجة اختيارية جدا، ممكن ترصيها باي طريقة تعجبك، بس عموما الرصة دي حلو جدا. الاكل ما يتحط مرصوص كده وشكله جميل بيفتح النفس، حتى لو الاكل بتاعك طعمه متوسط في طعمه مثلا فشكله بيفتح النفس، لان المثل بيقول العين بتاكل قبل البق، فدايما قدموا الاكل يكون شكله جميل ومرصوص بشكل كويس جدا، هتفرق معاكو جدا جدا. انا رصيت البتنجان دوائر البتنجان الكبيرة كده بالشكل ده، بعد كده هرص دوائر البطاطس، وده كله والبوتاجاز شغال. انا حاطة الصينية على عين البوتاجاز اللي في النص بس موطياها خالص، يعني يا دوب مولعة. دلوقتي هرص البطاطس برضو بنفس طريقة البتنجان. كده خلاص انا رصيت كل الخضار المقلي، بعد كده هحط الصلصة. طبعا ده كله والبوتاجاز شغال برضو على نار هادية جدا. بعد كده ممكن صينية المسقعة دي تتاكل كده، ولو عاوزين تحطوها تحت الشواية تاخد الوش بتاعها ياخد لون حطوها تحت الشواية 10 دقايق، بس صدقوني هي كده طعمها اطعم واحلى، يعني مش لازم خالص تحطوها تحت الشواية. صينية المسقعة دي اخدت مني تلتين الصلصة اللي عملتها، يعني ما اخدتهاش كلها، انا بحط صلصة على قدها بس وبشيل الباقي. بعد ما تحطوا الصلصة اللي انتوا عايزينها بتسيبوا الصينية على البوتاجاز كده لمدة دقيقة واحدة فقط، بعد كده تشيلوها من على النار. شايفين شكلها حلو جدا ازاي، وكمان طعمها حلو قوي. وبالهنا والشفا مقدما، والسلام عليكم.